وقلنا في اول الاستوديو الجماهير في مكانها الطبيعي. ايوه. ومصر في مكانها الطبيعي. مظبوط. وهو ده الحقيقه اللي دايما بيبقى بنطلب رفع علم مصر في اي حته ان شاء الله، وفي طوكيو باذن الله. نشكر اللعيبه الرجاله اللي عملوا اداء النهارده فوق طاقتهم الحقيقه عشان يسعدوا الناس كلها اللي راحت، فالف مبروك لجماهير مصر كلها، وعقبال ان شاء الله الفريق الكبير باذن الله ما يلحق بالانجازات اللي هو بيعملها الفريق الصغير، انما احنا مش هنسميهم دلوقتي الفريق الصغير، هم مستقبل مصر. تمام، الف مبروك يا كابتن اسامه.